بطلان القبض والتفتيش لبطلان إذن النيابة العامة لصدوره بعد القبض على المتهم. يعني يتقبض على المتهم الأول ويتحط في الحبس ويبدأ الضابط ياخد الإجراءات زي ما أنا قلت لكم، يبدأ يعمل محضر التحريات وياخد إذن من النيابة وكل ده يبقى ورقيا، والمتهم أصلا موجود معاه من الساعة 6 الصبح. تعرفها إزاي؟ تعالوا نشوف نعرفها إزاي. محضر التحريات قال اتصل بي أحد مرشدي السريين وأبلغني أن فلان الفلاني يتاجر في المواد المخدرة وإنه يحوز كمية من المواد المخدرة بشخصه وفي مسكنه، وعليه سنتوجه للسيد المحقق لإصدار إذن بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم. محضر ده الساعة 10 الصبح، يروح لوكيل النيابة هياخد إذن الساعة 12 الظهر، نأذن للسيد المقدم فلان الفلاني بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم وضبط ما يحوز من مواد مخدرة على أن ينفذ الإذن مرة واحدة خلال 3 أيام، تبدأ من ساعة وتاريخ الإذن على أن يحرر محضرا بالإجراءات. ده الساعة 12. الساعة 6 بالليل قال تنفيذا لإذن النيابة العامة الصادر لنا قمنا والقوة المرافقة لتنفيذ الإذن، وقال الكلام ده كله لما بيحقق مع المتهم. قال له انت اتقبض عليك امتى يا ابني؟ قال له اتقبض عليا يوم 1 الساعة 6 الصبح. قال له كان قدام مين؟ قال له كان قدام فلان وفلان وفلان. جابهم المحقق فشهدوا قالوا ايوه الساعة 6 الصبح جات الشرطة وقبضت عليه. يبقى القبض على المتهم كان صح ولا باطل؟ ليه؟ تمام كده، لأن القبض على المتهم تم دون أن يكون بيد الضابط إذن بالضبط والتفتيش، ولم تكن هناك حالة من حالات التلبس متوفرة في الجريمة، وبالتالي يقع القبض والتفتيش باطل وما ترتب عليهم من إجراءات باطل.